شيء معروف جداً، لكن لا أستطيع تذكر الاسم. هذه سيمفونية مشهورة وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع مباراتنا اليوم، ولكن تمت كتابة الأجزاء الثلاثة الأولى في لينينغراد المحاصرة. نعم، موسيقى رائعة. هل أنت مستعد للبدء؟ بالطبع. مرحبا أيها الأصدقاء، يسعدني أن أرحب بالمشاركين في المباراة الفكرية التاريخية الدولية رعد يناير المخصصة للذكرى 80 لتحرير الكامل للينينغراد من الحصار الفاشي. في 27 يناير 1944 ميلادية، خلال عملية لينينغراد نوفغورود الهجومية الاستراتيجية، تم تحرير مدينة لينينغراد بالكامل على يد جنود الجيش الأحمر من الحصار الخانق الذي فرضته القوات النازية. هذا جعل من الممكن نقل الخط الأمامي بشكل كبير إلى الغرب وزيادة القدرات القتالية لبحر البلطيق. آمل أن يكون جميع المشاركين قد تواصلوا بالفعل وأن يكونوا مستعدين لاختبار معرفتهم بواحدة من أكثر الصفحات البطولية في تاريخ بلدنا. اسمي أنطون سيروف، وفي الساعة القادمة سأصبح دليلك إلى عالم التاريخ. إن مواطنين والمقيمين في بلدان أخرى، وخاصة الذين قمنا بترجمة المباراة لهم إلى اللغتين الإنجليزية والعربية، على اتصال معنا. لكن فكرة الحفاظ على الذاكرة التاريخية توحد متطوعي النصر من 59 دولة حول العالم. إذا كنت تلعب لأول مرة فلا تقلق، بالتأكيد سأخبرك بكل النقاط المهمة. يسعدني أن أرحب باللاعبين ذوي الخبرة وأولئك الذين قرروا تجربة مهاراتهم لأول مرة. أنا متأكد من أن الجميع اليوم سيتعلمون شيئا جديدا ومثيرا للاهتمام لأنفسهم. والآن تنضم إلينا نائبة مجلس الدوما ورئيسة المقر المركزي للحركة العامة لعموم روسيا متطوعة النصر، أولغا نيكولايفنا زانغو. أولغا نيكولايفنا، أنت على الهواء. Здравствуйте, дорогие участники. Сегодня вы не просто играете в игру. Сегодня вы помогаете сохранять нашу историю. Историю наших родных героев. Историю людей, которых не сломили ни обстрелы, ни холод, ни голод. И в таких играх победители все. Ведь вы не просто будете выполнять задания, а узнаете очень много интересных фактов об истории нашей страны и блокадного Ленинграда. Игра не просто так проходит именно сегодня, 27 января. 80-летие полного снятия блокады Ленинграда. Наша большая команда волонтеров Победы подготовила такой формат специально для вас. Хочу пригласить вас в нашу команду для того, чтобы вместе делать добрые дела, сохранять нашу историю, заботиться о ветеранах Великой Отечественной войны. Хочу пожелать всем удачи! شكرا لك أولغا نيكولايفنا. وبناء على نتائج المباراة سيتم تعديد أفضل 10 مشاركين من روسيا وخمس لاعبين من دول أخرى، والذين سيحصلون على هدايا تذكارية من المنظمين. لديك الفرصة للفوز بمكبر صوت يعمل بتقنية بلوتوث أو ترمس مزدوج بمستشعر لدرجة الحرارة أو نموذج لمنارة أوسينوفيتسكي. وللفوز عليك الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح وفي أسرع وقت ممكن. يرجى ملاحظة أنه يمكن فقط للمشاركين الذي تزيد أعمارهم عن 14 عاما التقدم للحصول على الهدايا. ستجد اليوم مباراة مكونة من وحدتين. الوحدة الأولى تتضمن أسئلة مخصصة برفع حصار لينينغراد، تتناول الوحدة الثانية تاريخ ترميم المدينة. كل وحدة تحتوي على 10 أسئلة، يتم تخصيص دقيقة واحدة بالضبط للإجابة على كل واحد منهم. سأخبرك سرا،
ستتاح اللاعبين الأكثر انتباهاً الفرصة لكسب نقطتين إضافيتين، ولكن أكثر عن ذلك لاحقاً. يرجى ملاحظة أن هناك أسئلة نقوم فيها بدلاً من كلمات الإجابة بإدخال الكلمات هم، هي، هو، إكس. بناءً على سياق السؤال عليك تخمين الكلمة التي استبدلناها بهم أو هي أو هو أو إكس. ما رأيك؟ ماذا تفعل إذا كان سياق السؤال يحتوي على الكلمتين الأولى والثانية؟ كل شيء صحيح، لقد استبدلنا إجابات السؤال بهذه الكلمات. والآن الجزء التقني المهم، تأكد من أنك تشاهد البث المباشر. يجب أن يضاء الضوء الأحمر العرض الأول على الشاشة. إذا لم يكن الأمر كذلك فقد حان الوقت لتحديث الصفحة. من المهم أن يكون الإنترنت سريعا ولا يخذلك. لكي نتمكن من العثور على إجاباتك بالضبط من بين أمور أخرى، في نموذج إدخال الإجابات ستحتاج إلى إشارة إلى بياناتك: اسم العائلة واسم الأول واسم الأب والبلد ومنطقة الإقامة التي حددتها أثناء التسجيل، بالإضافة إلى الID الخاص بك من موقع voluntarypobede.rf. كيف تجد ID الخاص بك؟ يمكنك التحقق من بريدك الإلكتروني الذي حددته أثناء التسجيل. وإذا لم يكن هناك خطاب، تحقق من مجلد الرسائل العشوائية الخاصة بك. لم يتبقى سوى القليل من الوقت قبل بدء المباراة. لقد ذكرت أن أشخاص الأكثر انتباهاً ستتاح لهم الفرصة لكسب نقطتين إضافيتين. للقيام بذلك يجب أن تراقب البث بعناية. في نقاط مختلفة من المباراة ستظهر على الشاشة أجزاء من الصور الفوتوغرافية لأحد معالم البارزة في سانكت بيترسبورغ ومنطقة لينينغراد، والتي يرتبط مصيرها ارتباطا وثيقا بالحصار. عليك أن تفهم نوع المبنى الذي تم تصويره وأن تكتب اسمه في سطر خاص في نموذج الإجابات الوحدة الثانية. بعد النقاط التنظيمية النهائية سيتم عرض رمز الاستجابة السريعة للانتقال إلى نموذج الاستجابة على الشاشة. في دردشة البث سيتم أيضا نشر رابط النموذج، ومن المهم أن تتذكر أن النموذج سيتم إغلاقه بعد 30 ثانية من السؤال الأخير في الوحدة. وأذكرك أنه إذا تم إرسال عدة نماذج من الإجابات لسبب ما من مشارك واحد، فسيتم قبول النموذج الأول فقط. نصيحة من اللاعبين السابقين:
من الأفضل استعمال جهازين. على سبيل المثال جهاز الكمبيوتر وهاتف، من أحدهما تشاهد البث ومن الآخر تدخل الإجابات. نحن على استعداد تقريبا، ولا تنسى أنه في مباراة رعد يناير يمكن أن يأتي الحدس والمنطق للإنقاذ حتى عندما لا تعرف الإجابة الصحيحة. وقبل أن نبدأ المباراة أود أن أقدم ضيفة الشرف لدينا، وهي من سكان لينغراد المحاصرة والمحاربة القديمة في الحرب الوطنية العظمى، تمارا رومانوفنا غراتشيفا. Приветствую участников онлайн-игры «Январский гром». Я Грачева Тамара Романовна. Родилась в городе Ленинграде 26 мая 1929 года. Девичья моя фамилия Степанова. Мама моя была кондуктор, отец механик-водитель. С нами жила бабушка Устинья Яковлевна и брат, мама и брат Лёва. 26 мая 1941 года мне исполнилось 12 лет, и я закончила 4-й класс. Началась война. Ну, как это сказать... Гитлер без объявления войны напал на нашу страну. Гитлер взял Ленинград, Балканное кольцо. Первым делом, что они сделали, они разбомбили стратегические продуктовые склады. Поэтому очень быстро наступил в блокадном Ленинграде голод. Кроме голода были морозы с зимой с 41 на 42 год. И город постоянно бомбили. Отбомбятся, улетают, и через какое-то время начинает город обстреливать. И вот исполкомом было дано указание. Поскольку не было, некому было ремонтировать эти кабели. И решили, что нужно, чтобы ремонтировали, ну, взять подростков. И на Некрасовской АТС мы будем учиться, как ремонтировать кабели подземные, как заменить порванный кабель, как новый сделать, как прозвонить этот кабель, как срастить его, как надеть эту муфту. Свинцовое, все же свинцовое, и муфту надо запаять. Я получила удостоверение, монтёр-спайщик. Удостоверение готовили нас дружинница. И вообще третье удостоверение, это не удостоверение, а было выдано такое, как свидетельство, что я являюсь бойцом местной противовоздушной обороны и приписана к 53-му домохозяйству. И вот так я начала работать. Ну и вот так было до 43-го года, в прорыв блокады до 18 января. Желаю участникам онлайн-игры «Январский гром» удачи. Любите Россию, любите народ. И будьте достойны ваших предков, которые в этой войне победили фашизм. شكرا جزيلا لك تمارا رومانوفنا. نتمنى لكم صحة جيدة. ولقد بدأنا. ظهر رمز الاستجابة السريعة على الشاشة، وهذا رابط لنموذج الإجابات على الوحدة الأولى، وكذلك تم إرسال الرابط في التعليقات على البث. هيا بنا.
السؤال الأول، أصبح الرفع النهائي لحصار لينينغراد ممكنا بفضل الإجراءات المتسقة لقيادة الجيش الأحمر وشجاعة الجنود السوفييت. أطلقت قناة سانكت بيترسبورغ التلفزيونية مقالا مخصصا لذكريات تحرير لينينغراد على النحو التالي: رعد يناير الذي رن بعدها. ما هي؟ ألف: العاصفة الرعدية. باء: الشرارة. جيم: الفجر. دال: البرق. السؤال الثاني، سوف نحلم بلينينغراد لفترة طويلة بزيادة معدل ضربات القلب، فصل والفجر، البرق الدموي، ليست عاصفة رعدية، الرعد من قصف متكرر. ما هي الكلمة التي افتقدناها في قصيدة الشاعرة الشهيرة أولغا بيرغولتس؟ ألف: رعد الصيف. باء: الكسر. جيم: المصرع. دال: الرنين الأبدي. السؤال الثالث، كان الهدف من عملية لينينغراد نوفغورود الهجومية هو تحرير الأراضي السوفيتية وتدمير المجموعة الألمانية الشمال، وتضمنت هذه العملية 4 عمليات هجومية على الخطوط الأمامية، إحداها كانت عملية كراسنوسيلسكو روبيشينسكايا والتي تسمى رعد يناير. أي من العمليات المدرجة لم يتم تضمينها في هذا العدد؟ ألف: عملية نوفغورود لوغا. باء: عملية كينغيزيب غادوف. جيم: عملية فيبورغ بيتروزافوتسك. دال: عملية ستاروروسك نوفورجيفسك. والسؤال التالي سوف تطرحه تامارا رومانوفنا. перед вами мемориал разорванное кольцо входящий в зелёный пояс славы. Две железобетонные арки, символизирующие кольцо блокады. А что символизирует разрыв между ними?
السؤال الخامس: في يناير 1944 نجح الجيش الأحمر في التغلب على الألمان، ليس فقط على الأرض ولكن في البحر أيضا. كان هناك اعتقاد بين المندرين البحريين بأن أساس تكتيكات ها كان النهج السري لسفن العدو، ومع ذلك هاجمت وحدتها تحت قيادة الكابتن من الرتبة الثالثة أوسي بوف قافلة من سفن العدو في بحر البلطيق في وضح النهار، ونتيجة لذلك غرقت 3 وسائل نقل ومدمرة. عادت وحدة أوسيبوف دون خسائر إلى القاعدة. ما هي؟ ألف الغواصات، باء المدرعات السوفيتية، جيم الدبابات العائمة، دال زوارق توربيد. السؤال السادس: أحد أسباب الدفاع الناجع عن لينينغراد يسمى تصرفاته لأنه كان لديه خبرة سابقة في اقتحام المناطق المحصنة في فنلندا، وبناء على هذه التجربة كان قادرا على بناء دفاع مدفعي عن المدينة. بعد رعد يناير تمكن البناء على نجاحه من خلال تنفيذ عملية فيبورغ بريتوروزافوتسك ببراعة، والتي أخرجت فنلندا أخيرا من الحرب. من هو؟ ألف ليونيد شوفروف، باء كونستانتين روكوسوفسكي، جيم سيرجي بيريوزوف، دال ألكسندر فاسيليفسكي. السؤال السابع: حتى قبل رفع الحصار شعر سكان لينينغراد بالقوة، ليس فقط لتحرير مدينتهم بالكامل ولكن كذلك لمساعدة المناطق الأخرى. في 9 ديسمبر 1943 ميلادية كتب لينتاس: تحملت فرق الورشة بحماس كبير التزاماتها بتنفيذ الطلبات قبل الموعد المحدد للمناجم والمؤسسات فيها المحررة. ما هي؟ ألف كورسك، باء ستالينغراد، جيم دونباس، دال كراسنودار.
السؤال الثامن: على الرغم من اسمه كان هو هادئا جدا خلال سنوات الحصار، وقد هو حصل على اسمه في عام 1921 ميلادية، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن يقع في هذا المكان ساحة فوجية من لواء حرس الحياة الأول من الفرع المقابل للقوات. ما هو؟ ألف شارع كافاليرسكي، باء مرور أفياتسيوني، جيم مقطع أرتيليرسكي، جيم مقطع راسفيتشيكوف. السؤال التاسع: احتلت القوات الألمانية أراضي هذه المدينة في 13 سبتمبر 1941 لمدة 866 يوما. هنا أنشأ النازيون العديد من المعسكرات الاعتقال، حيث مات أكثر من 80,000 شخص، وكان من بين القتلى أسرى من جنود الجيش الأحمر ومدنيين. اذكر اسم هذه المدينة: ألف تيرفين، باء غاتشينا، جيم لوجسك، دال كينغيسيب. السؤال العاشر: تم إطلاقه في 27 يناير 1944 ب24 طلقة من 324 بندقية مثبتة في ميدان المارس بالقرب من أسوار قلعة بطرس وبولس على جزيرة فاسيليفكي وميدان الثورة. ما هو؟ ألف القصف المدفعي على جيش الشمال المنسحب، باء بدء عملية رعد يناير، جيم الألعاب النارية احتفالا برفع الحصار، دال إشارة للبارتيزانيين ببدء الهجوم. لذلك تم طرح السؤال الأخير من الوحدة الأولى، لم يتبقى سوى 30 ثانية للتحقق مرة أخرى من إجاباتك، ولديك الوقت للضغط على زر إرسال. دعونا نبدأ العد التنازلي.
قف. أتمنى أن يتمكن الجميع من الضغط على زر إرسال، لأنه من الآن فصاعدا لن يتم قبول نماذج الرد. أهنئكم يا أيها المشاركون الأعزاء على إكمال الوحدة الأولى، والآن حان الوقت لمعرفة الإجابات الصحيحة. السؤال الأول كان عن الشرارة. قبل عام من عملية رعد يناير، نفذت قوات جبهتي لينينغراد وفولخوف عملية الشرارة الهجومية التي أسفرت عن اختراق حصار لينينغراد. لقد كان النجاح الشرارة هو الذي مكن إلى حد كبير من تجميع القوات وتنفيذ رعد يناير من الهزيمة الكاملة اللاحقة للمجموعة الألمانية الشمال. بدلا من ترك فراغ في السؤال الثاني، كان ينبغي إدخال كلمة المصرع. يرتبط المصرع ارتباطا وثيقا جدا بسكان لينينغراد والراديو، وفي الوقت الذي لم يكن فيه أي بث في الراديو كان يبث من خلاله صوت المصرع، وكان الغرض منه تنبيه سكان المدينة من اقتراب الهجوم الطائرات الألمانية. كانت الإشارة البطيئة تعني عدم وجود هجوم جوي، وتشير الخطوات السريعة إلى ضرورة البحث عن غطاء، لأن القصف المدينة سيبدأ في أي لحظة. الجواب على السؤال الثالث هو عملية فيبورغ بيتروزافوتسك. كان الهدف من هذه العملية التي تم تنفيذها في الفترة 10 يونيو إلى 9 أغسطس 1944 هو هزيمة الجيش الفنلندي والوصول إلى حدود الدولة وسحب فنلندا من الحرب. Правильный ответ на четвертый вопрос – это дорога жизни. طريق الحياة هو طريق النقل العسكري الاستراتيجي الوحيد الذي يربط لينينغراد المحاصرة من قبل القوات الألمانية بالجزء الخلفي من عبر بحيرة لادوجا أثناء الإبحار على الماء في الشتاء على الجليد. على طول طريق الحياة تم إجلاء السكان ومعدات المصانع والمشاغل، وتم تسليم الغداء والوقود والتعزيزات والأسلحة. السؤال الخامس كان عن قوارب التوربيد. جاءت الانتصارات المدوية لقوارب توربيد البلطيق خلال هذه الفترة من الحرب بمثابة مفاجأة كاملة للقيادة البحرية الألمانية. خلال عملية رعد يناير لم تسمح قوارب توربيد للأسطول الألماني بتوفير الإمدادات الكاملة أو إجلاء القوات، وأطلقت مدمرات أسطول البلطيق النار على مواقع القوات الألمانية اعتبارا من 14 يناير 1944 ميلادي. السؤال السادس كان عن ليونيد جوفروف. بصفته متخصصا ذو خبرة ومعرفة عميقة بالتكتيكات المدفعية، شارك جوفروف في تطوير خطة لاختراق الحزام الخرساني المسلح للدفاع الفنلندي باستخدام بنادق من العيار الكبير. في وقت لاحق كانت هذه التجربة مفيدة له عند التخطيط للدفاع عن لينينغراد. في عام 1942 قام ليونيد جوفروف بتطوير عملية الشرارة التي حصل بسببها على رتبة العقيد العام. في السؤال السابع طلبنا منك تسمية من ساعد سكان لينينغراد بهذا الحماس. هكذا كان رد فعل سكان المدينة على أخبار تحرير دونباس، وكانوا على استعداد لمساعدة في استعادتها بكل الطرق الممكنة، على الرغم من أنهم أنفسهم ما زالوا تحت نيران العدو المستمرة. إجابة السؤال الثامن هي مقطع أرتيليريسكي. على الرغم من الاسم العالي كان ممر المدفعية هادئا، ولم يكن هناك صوت صفارات الإنذار أو مدافع مضادة للطائرات أو ذوي الانفجارات. خلال سنوات الحصار كان يوجد في زقاق مشتل، وفي الأسفل في الطابق السفلي كان هناك ملجأ للقنابل. في السؤال التاسع الحديث يدور حول مدينة غاتشينا التي كانت تسمى سابقا كراسنوجوارديسك. لقد تم إثبات وتوثيق حقيقة ارتكاب الإبادة الجماعية للسكان السوفييت خلال الحرب الوطنية العظمى من قبل محكمة لينينغراد الإقليمية. غاتشينا مثل أي مدينة أخرى شهدت كل أهوال الإبادة الجماعية الفاشية. هنا أنشأ النازيون العديد من معسكرات الاعتقال من بينها دولاج 154. يقع فروع على أراضي المطار العسكري بالقرب من محطة قطارات البلطيق في شارع خوخلوفا هيروشينسكا في مقر التكنات الحمراء، ومصنع الحاكي السابق جراموفون في شارع 25 أكتوبر. السؤال العاشر كان عن الألعاب النارية الاحتفالية التي انطلقت في 27 يناير 1944. تم تنفيذ جميع الألعاب النارية تكريما لتحرير المدن من المحتلين الألمان في موسكو، ولكن بالنسبة لينينغراد تم الاستثناء الوحيد خلال الحرب الوطنية
الأوكرانية العظمى بأكملها. أتمنى أن تكون قد سمعت إجاباتك من بين الإجابات الصحيحة. وبسرعة سؤالا بعد سؤال تغلبنا على نصف المباراة، لكني لا أنصحك بالاسترخاء لأن هناك جولة أخرى أمامنا. يتكون الجزء الثاني من المباراة من أسئلة تتعلق بترميم المدينة بعد رفع الحصار وبعد انتهاء الحرب الوطنية العظمى. أيها الأصدقاء، اتبعوا الرابط الجديد لنموذج الإجابة. تذكر أنه بعد طرح السؤال الأخير سيكون لديك 30 ثانية بالضبط للتحقق من إجاباتك، ونقر على زر إرسال. لذلك دعونا ننتقل إلى السؤال الأول من الوحدة الثانية، وظلت تمثل مشكلة خطيرة هي بعد رفع الحصار، حيث كانت تتداخل مع الإمدادات وتستمر في إزهاق الأرواح. وفي الفترة من مايو إلى ديسمبر 1944 تمكن المتخصصون السوفييت من اكتشاف وتدمير 1015 منها، ولكن كان لابد من الاستمرار في القضاء عليها حتى عام 1957. ما هي ألف الألغام البحرية في بحر البلطيق، باء البارتيزانية الفنلندية، جيم أجهزة التنصت الألمانية، دال القنابل الغير منفجرة؟ إحدى سكان لينينغراد المحاصرة لودميلا إيشاكوفا، كان من دواعي سروري أن أرى كيف عادت المدينة إلى مظهرها السابق بعد الحرب. كان من المهم بشكل خاص بالنسبة للسكان لينينغراد أن يروا استعادته. عندما بدأوا في استعادة جزء منه، تم نقل النحت المذهب الجديد لشمشون على طول نيفسكي، وتبعته حشود من الناس، كثيرون كانوا يبكون. ما الاسم الذي استبدلناه بكلمته؟ ألف ذروة برج الأمرالية، باء قصر الشتاء، جيم بيتيروهوف، دال كاتدرائية القديس إسحاق. السؤال الثالث، إليكم لقطات من ترميم شارعها تم التقاطه عام 1946. تم تداول لينينغرادسكايا هي في زمن الحرب بأكثر من 800 ألف نسخة، وكان إنتاجها مساويا لأهمية الخبز. ما هي؟ ألف برافادا حقيقة، باء محطة راديو، جيم أليونكا، دال العلامة التجارية.
السؤال الرابع: يجب أن يكون إصلاح فصل مختلف عن موسكو. لا يمكن أن يكون فصل الخاص بنا أقل إثارة للإعجاب من حيث المظهر وأرخص إذا تمكننا من تطويره وإتقان مواد المولودة في لينينغراد على الفور، مثل الخزف المزخرف والزجاج الفني في بيئة المصنع. عما كتب رئيس مهندسي لينينغراد إلى السكرتير لجنة المدينة للحزب الشيوعي ب: ألف مكتب ستالين، باء محطة سكة الحديد، جيم النوافذ الزجاجية الملونة للكاتدرائية القديس إسحاق، دال محطات المترو. السؤال الخامس: عند ترميم العديد من المنازل في لينينغراد استخدم البناؤون الحذرون الأشعة إكسات، هذا هو الاسم الذي يطلق على رقع الممرات البسيطة المطبقة عبر الشقوق. لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن أعلى إكس في روسيا يقع في منطقة لينينغراد. ما هو إكس؟ ألف اللصقة، باء دروة البرج، جيم الجسر، دال المنارة. السؤال السادس: بدأت استعادة مجموعته في ربيع عام 1943 عندما تلقى المتخصصون في لينينغراد طردا من باتومي، وفي وقت لاحق تم تجديد الموارد بما في ذلك من خلال هواة الجمل المحليين. فقط بحلول بداية العقد الأول من القرن 21 كان من الممكن اعتبار تراث لينينغراد مكتملا كما كان قبل الحرب، لأنه خلال الحصار لحق الطر الفادح بتكنولوجيا المعلومات بسبب الحرائق والمجاعة وانقطاع التدفئة. ما هو؟ ألف متحف بوشكين، باء الأرميتاج، جيم كاتدرائية القديس إسحاق، دال الحديقة النباتية.
السؤال السابع، قال رئيس المهندسين المعماريين في لينينغراد نيكولاي بارانوف أثناء ترميم المدينة: أساس جميع مشاريعنا هو مراعاة التقاليد الكلاسيكية لسانكت بيتربورغ القديمة. وما هو القرار الذي تم تنفيذه في عام 1944 والذي كان بارانوف هو البادئ به؟ ألف: إعادة الأسماء التاريخية لبعض الشوارع. ب: تركيب نصب التذكاري لبطرس الأكبر. جيم: إقامة مهرجان النافورة في مدينة بيترهوف المحررة. دال: عودة أورورا إلى أسطول البلطيق. السؤال الثامن، يوجد حاليا اثنان منهما في سانك بيترسبورغ، موسكو وبريمورسكي. يقول المؤرخ المحلي والمرشد السياحي أرتيوم شيبونوف: لا تنسوا أنها مكرسة بشكل خاص للإنجاز العظيم للشعب. يتعلق الأمر بالحرب ككل وبالسيطرة على برلين. ما هي؟ ألف: أقواس النصر. باء: حدائق النصر. جيم: متاحف الذاكرة. دال: الآثار لجوكوف. السؤال التاسع، أمامك إكس التابع لقصر بافلوفسك الذي دمره الجيش الألماني بالكامل تقريبا. حتى الخبراء من جنوب أوروبا لم يؤمنوا بإمكانية استعادته، لكن المتخصصين السوفييت نجحوا. ما هو إكس؟ ألف: القاعة التركية. باء: قاعة تاريخ سيبيريا. جيم: قاعة العنبر. دال: القاعة اليونانية. السؤال العاشر، خلال الحرب غيرت الشركات التي أنتجتها ملف نشاطها. بالفعل في مايو 1944 أصبحت قيادة المدينة تشعر بالقلق إزاء هذه المشكلة، وفي الأشهر السبعة التالية تم إصدار طلبات لعدد من الشركات لإنتاجها من الزجاج والصوف القطني والكرتون. ما هي؟ ألف: هياكل النوافذ. باء: المواد العازلة. جيم: زينة شجرة عيد الميلاد. دال: لعب الأطفال.
هذا هو السؤال الأخير، ووفقا للتقاليد الراسخة نبدأ العد التنازلي. تحقق من الإجابات واضغط بسرعة على زر إرسال، ولا تنسى أنه يمكنك الحصول على نقاط إضافية إذا قمت بتسمية المعلم التي ظهرت صورته أثناء اللعبة بشكل صحيح. من الآن فصاعداً لن يتم قبول نماذج الرد، وهنئ جميع المشاركين على إكمال الوحدة الثانية من المباراة. لقد كان الأمر صعباً لكنني متأكد من أنك فعلت ذلك، والآن دعونا نتعرف على الإجابات الصحيحة. الجواب على السؤال الأول هو الألغام البحرية. انتهت جهود أسطول البلطيق لتدمير حقول الألغام رسمياً في نهاية عام 1957 بعد تدمير الألغام الحية في المناطق الرئيسية والممرات البحرية في الموانئ والمرافق. ومع ذلك في بعض المناطق التي يصعب العثور على الألغام فيها استمرت أعمال تدمير ألغام العدو حتى عام 1963. السؤال الثاني كان عن بيتروهوف. خلال الحرب الوطنية العظمى تم تدمير هذا السكن الملكي السابق بالكامل تقريبا. عشرات الآلاف من القذائف تطايرت هنا. في بيتروهوف حاولوا حماية منحوتات الحديقة والنافورة، ولكن أبعادها لم تكن مناسبة للنقل في كثير من الأحيان، ونتيجة لذلك لم يتمكن الجميع من الإخلاء. تم إخفاء الباقي في حفر طينية خاصة والتي تم حفرها هنا على أراضي الحديقة السفلية أو تركت في مكانها. برافدا حقيقة، هذا هو بالضبط ما تبدو عليه إجابة السؤال الثالث. يرجع اسم شارع برافدا إلى حقيقة أنه في عام 1912 طبع العدد الأول من صحيفة برافدا في مطبعة قريبة. تم إنتاج المطبعة المطبوعة وتوزيعها في لينينغراد حتى في أقصى أيام الحصار. الأكثر شعبية كان لينينغراد كاي برافدا. طوال فترة الحصار لم يتم نشر سوى عدد واحد من الصحيفة. بتاريخ 25 يناير 1942 لقد تمت كتابته طباعته بالفعل، لكن لم يكن من الممكن طباعته. لم تكن هناك الكهرباء في الورشة، وتم تأجيل المواد من هذا الإصدار ببساطة إلى 26 يناير. وفي الوقت نفسه قررت سلطات المدينة المحاصرة بذل كل ما في وسعها لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى، وكانت طباعة الصحف مساوية في الأهمية الاستراتيجية لعجن الخبز. السؤال الرابع كان عن محطة المترو. بدأ بناء مترو لينينغراد في عام 1941، ولكن تم افتتاحه في 25 نوفمبر 1955. في زخرفة محطات المترو المستقبلية أراد الخبراء رؤية الاختلافات عن تلك الموجودة في موسكو. تتحدث مذكرة رئيس المهندسين المعماريين بارانوف عن الأعمال التحضيرية لاستئناف بناء مترو الأنفاق في لينينغراد، وهي تتعلق بالتجارب في إنتاج مواد تشطيب. يوفر فن الزجاج فرصا مثيرة للاهتمام بشكل غير عادي، لأنه سيسمح بتقليد مواد تشطيب ثمينة مما يلغي الحاجة إلى تلك المستخدمة في موسكو، الرخام واليشب وما إلى ذلك كما تقول الوثيقة. إجابة السؤال الخامس هي المنارة. بسبب الأضرار الجسمية التي لحقت بالمباني نتيجة القصف، كان العمال خائفين بشكل معقول من الانهيار وحاولوا حماية أنفسهم. إذا كان الجدار المتضرر بلا حراك، فإن المنارة تظل سليمة، وإذا لم تكن كذلك، فإنها تنفجر محذرة من الخطر. وكانت الكلمات لا يسعنا إلا أن نلاحظ بمثابة دليل أيضا. بالمناسبة أعلى منارة في روسيا هي منارة توروجينسكي، تقع في منطقة فولغوف بمنطقة لينينغراد. في السؤال السادس كنا نقصد الحديقة النباتية في سان بطرسبرغ. لديها خامس أكبر مجموعة من النباتات في العالم. أثناء حصار لينينغراد كانت المجموعة على وشك التدمير، وتم استعادتها فقط في القرن الحادي والعشرين. ساعدت الحدائق النباتية في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي ودول أخرى في تجديد المجموعة. إن عودة الأسماء تاريخية إلى الشوارع وترمز إلى إحياء المدينة بنسبة لسكان لينينغراد، وكان هذا بالضبط هو الجواب على السؤال السابع. بدأت عملية ترميم لينينغراد فور رفع الحصار. كان سكان المدينة الذين آمنوا بالنصر المبكر يستعدون بالفعل لبدء العمل على نطاق واسع في ترميم المعالم الأثرية وإصلاح المباني المتضررة وتحسين شوارع المدينة.
تم تنفيذ العمل الأول بالفعل في عام 1943. في السؤال الثامن تحدثنا عن حديقتي النصر موسكو وبريمورسكي، إنهما مكرستان لتحقيق الانتصارات في البر والبحر على التوالي. تم تصميم حديقة النصر في موسكو في الأصل لتكون حديقة للثقافة والترفيه. قبل الحرب كانت هناك أرض قاحلة ضخمة في مكانها، والتي كان من المقرر تطويرها في عام 1939 ميلادية، لكن لم يكن لديهم الوقت فقد أعقدهم الحرب. تأسست حديقة بريمورسكي فيكتوري في جزيرة كريستوفسكي في سانت بيترسبورغ خلال المبادرة في أكتوبر 1945 تكريما لانتصارات البحارة السوفييت في حرب الوطنية العظمى. إجابة السؤال التاسع هي القاعة اليونانية. تظهر في الصورة بوضوح بقايا التمتال والزخارف اليونانية الشهيرة. في حريق عام 1944 انهارت الأسقف البنية وانهارت الأعمدة واحترقت وفقدت المنحوتات الجسية بالكامل وتضررت المواقد بشدة. استغرقت أعمال ترميم 20 عاما طويلة. تم إعادة إنشاء القاعة فقط في عام 1967 وفقا للمنهجية المطورة للترميم العلمي وقياسات ما قبل الحرب. السؤال العاشر كان عن زينة شجرة عيد الميلاد. بالفعل في مايو 1944 تأكدت لينينغراد بأن سكان المدينة احتفلوا بالعام الجديد 1945 في جو احتفالي. تم صنع زينة شجرة عيد الميلاد خصيصا للعام الجديد والتي كانت قليلة في المدينة. هكذا احتفل لينينغراد بالعام الجديد الأول بعد رفع الحصار. لم يتبقى سوى سؤال واحد لم نتحقق منه. خلال اللعبة أظهرنا لك أجزاء من صورة قلعة بطرس وبولس. خلال الحرب الوطنية العظمى كانت هناك بطاريات مدفعية مضادة للطائرات ووحدات الدفاع الجوي الكشافة. أثناء حصار لينينغراد تم طلاء برج كاتدرائية بطرس وبولس وكان الملاك مغطى بالخيش. خلال الحصار تم تدمير القلعة ورصيف القائد. تم ترميم الرصيف في عام 1953. أصدقائي أريد أن أقول أنها كانت تجربة لا تنسى. مرت ساعة من المباراة، نحن الآن نأخذ استراحة تقنية لمدة أسبوع واحد لتلخيص النتائج وإعلان الفائزين. سننشر النتائج على موقع الويب yanvarskigrom.rf وكذلك في المجموعة الرسمية لمتطوعين النصر على فكونتاكتي. لقد حان الوقت لإنهاء بثنا، لكنني أعدك أننا لن نفترق لفترة طويلة وأن هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام في انتظارك. وبالطبع نشكر شركاء المباراة، حكومة منطقة لينينغراد والوكالة الفيدرالية لرابطة الدول المستقلة والمواطنين الذين يعيشون في الخارج وعلى التعاون الإنساني الدولي والجمعية التاريخية العسكرية الروسية والجمعية التاريخية الروسية والجميع، كل من أخبر عنا. شكرا جزيلا. انتهت المباراة الفكرية التاريخية العالمية رعد يناير. شكرا لكل من كان معنا اليوم. أنا متأكد من أن كل مشارك كان لديه انطباعات جيدة واكتسب معرفة جديدة، والأهم من ذلك مشاعر لا تنسى من المباراة. نراكم مرة أخرى يا أيها الأصدقاء.